تعالي تعالي في حضن امك. يا ابن اللذينة، طب ما تودي الكلام ده للحكومة رحيم وهي هتعمل معاه الصح. ما الحكومة فعلا بتعمل الصح، بس مهما عملت مش هتعرف تحقق مع واحد ميت. مات؟ مات بقى اتقتل مش هتفرق، المهم انك انت كنت تعرفه. بس انا وعهد الله ما اعرف هو راح لمكتب داليا ليه ولا عمل كده ليه اصلا. لا تكون بتفكر في حاجه كده ولا كده يا دو. انا لو بشك فيك كنت تلاقيني بتكلم معاك بالهداوه كده. طب هو ليه عمل معايا كده؟ والله ما اعرف، الواد ده يعني ما كانش صاحبي الانتيم، ده كان يا دوبك يعني بيقضي لي كام مصلحه على كام حته شغل كده يعني. شغل مع مين؟ ابو ورده مش كده؟ اهو ده بقى اخره العك. رحيم، ما انت عارف ان انا كنت مع ابو ورده ده لان الفلوس ساعتها يعني كانت مقصره معايا. مش وقته دلوقتي يا هشام، اللي عايز اعرفه علاقه الواد ده ايه بابو ورده؟ يعني كان واحد من رجالته ولا واحد كده بيسترزق ويلقط شغل معاه الماشي؟ انا كل اللي كنت اعرفه انه عيل تبعه وخلاص، بس ده عيل هتي يعني محسوب عليهم وخلاص. ايوه، بس ليه ابو ورده عامل كده مع داليا؟ يمكن يكون ليه مصلحه في اللي حصل. مصلحته ايه ان داليا تتحبس؟ يمكن مثلا. رحيم لو سمحت انا تعبانه ومحتاجه امشي. طب استني لما نفهم من هشام. لا انا مش عايزه اعرف اي حاجه، انا عايزه انسى كل حاجه ليها علاقه بالموضوع ده، مش عايزه اي حاجه تفكرني بيها. بعد كل اللي عملتيه يعني اول ما ابتدي نمسك طرف خيط تقولي عايزه انسى؟ رحيم لو سمحت انا عايزه امشي. يا مالها يا رحيم؟ في ايه؟ انا ما بقتش عارف حاجه يا هشام. رحيم، هو انت لسه متاثر باللي حصل مع حلمي؟ انت شايف يعني اللي حصل ده كان سهل؟ لا مش سهل، بس الكلام اللي اتنطور في الخناقه مخلينا كلنا متلخبطين، وانت الصراحه مش عايز تقول لنا ايه اللي حصل. حاول تنسى. انسى ايه؟ ولو انا نسيت حلمي هينسى؟ انت عارف هو كان عامل ازاي؟ ما هو ده اللي مخوفني هشام، ويا ويلو اللي يخاف من صاحبه. ساكت ليه يا احمد بيه؟ انت ليه بتقول الكلام ده دلوقتي؟ الظروف اتغيرت. هنستعبد بقى صح؟ المفروض انا اللي اسالك سمعت ايه وقال لك ايه؟ طالما الظروف اتغيرت. قلبت على رحيم ليه يا حلمي؟ رحيم داس على عرضي. جه على مراتك؟ ما ترد يا عم، جه على مراتك؟ على بنتي، ومش هقول أي حاجة، ومش هتكلم في الموضوع ده تاني. لو عايز أكمل أنا تحت أمرك. طيب في حد تاني غير الثلاث محاسبين دول؟ ما قاليش على غيرهم. وال 700 مليون دولار ما سمعتش عنهم حاجة قبل ما رحيم يتقبض عليه؟ ما أعرفش حاجة عنهم إلا لما خرج من السجن. رحيم عارف موضوع ممدوح منين؟ من أخوه. الورقة دي فيها اسمه، ولما يشرف عندكم قولوا له فين الإيميلات وأرقام الحسابات. الإيميلات دي مع رحيم؟ أكيد، بس ما قدرش يوصل منها لحاجة. بس سعادتك أكيد أكيد هتقدر توصل. أنت مجهز كل حاجة بقى؟ لأني عارف ومتأكد إن أنت مش هتفوت صيدة سهلة زي دي. ماشي، حاب اكلمك. بتؤمني بالعلامات؟ علامات؟ بمعنى ايه؟ ان ربنا بيبعت لنا علامات في طريقنا ترشدنا لسكه معينه. في ناس بتشوف العلامات دي وبتمشي في سكتها، وفي ناس ما بتشوفهاش
أو بتشوفها وتقرر إنه تتجاهلها. وإنتي مين بقى في النوعين دول؟ أنا عمري ما شفت علامة إلا في سكة واحدة بس، السكة اللي دايماً بهرب منها. طب وش عرفك إنها علامات؟ ممكن ما تكونش علامات أصلاً. إزاي يعني؟ بص يا ستي، عادة الإنسان ما بيكونش واعي لأسباب مشاكله، هو بيشوف النتائج بس وبيحاول يهرب منها طول الوقت، كل ده عشان مش عايز يواجه الحقيقة. هنا بقى بتظهر العلامات، أي حاجة بنشوفها بنقابلها بنفسرها على إنها علامة. كل ده ليه؟ عشان نوصل لأهداف إحنا أصلاً عايزينها. يعني أنت بتقولي مفيش علامات؟ لا، ما أقدرش أنكر ساعات ربنا بيبعت لنا فعلاً علامات ترشدنا، بس مش دايماً يا داليا. طب إزاي أنا أقدر أفرق بين الاتنين؟ أنت بس اللي تقدري تفرقي، أنت اللي عارفة كويس إيه اللي جواكي مخبية وبتهربي منه. لازم تبطلي هروب، لازم تواجهي خوفك. الهروب عذاب يا داليا. عزة أخت رحيم، أنا كنت السبب في موتها. رحيم وريم، ما تركبش يا سيد، تركبش. بص، هو رحيم فيه كل بلاوي الدنيا، بس ما يعملش علاقة مع بنت في سن ريم، ودي مش أي بنت، دي بنت حلمي. انت قصدك أنا رحيم فيهم؟ يعني إيه؟ قصدي قبل السجن ولا بعد السجن؟ قبل السجن احنا عارفينه كلنا، باصص لفوق وعامل فيها أبو عرام ومش عارف غير مصلحته. بعد السجن بقى زاد عليه هاتش ولاتش كتير قوي، بقى غلاوي وسماوي وبياكل في أقرب الناس ليه. انت فكرك مين اللي موت أمينة؟ قطع دراعي هو. لو ايه؟ اخد كمان الشركة بتاعتها وادها لحبيب قلبه حلمي، جر عشم يعني. يا ناس يا نظيفة يا أولاد النظيفة، وهروح بعيد ليه يا عماد؟ شوف عمل معانا ايه؟ خلاني على الجنط، لا تمر فيه عشرة ولا حط في عينه ان انا جوز اخته. بص يا سيد، خلينا نتفق ان انت بالذات اي حاجة تحصل لك حلال فيك. فين ده اللي هتشوف الجام بريمير وهو بيعمل علاقات مع بنات صغيرة؟ الله العظيم. سيد، انت مش بتقول ان الرحاب مش بتكلمك؟ عرفت ازاي؟ بنت اللي شغالة في القصر تمرت فيها العشرة، مش زي الناس النظيفة بنت النظيفة تحكي لي كل حرف بيحصل في القصر. على كل ده مش موضوعنا، حصل بقى او ما حصلش مش مهم، المهم ان احنا قدام حاجة ما بتحصلش غير كل 100 سنة مرة ولازم نستغلها مظبوط. سيد، انت عارف المثل اللي بيقول عدو عدوي صديقي؟ يا ابني الايه يا عماد بيه؟ انت عايزنا نروح لحلمي؟ نروح له بس؟ ده احنا نروح له ونحضن ونبوس ون ها؟ الله الله عليك. كل حاجة ابتدت لما بابا تعرف على سهير. سهير كانت لعنة واتحطت علينا، حياتنا اتشقلبت. عارفة باباكي اللي طول عمرك عارفاه وبتحبيه مبقاش باباكي، بقى واحد تاني. أنا مش عارفة الست عملت له إيه عشان تحوله كده، كل تفكيره إنه يكون معاها. الحياة خدته، مبقيناش منشوفه، بس أنا كانت بتوصلي أخباره، أخبار عمري ما كنت في يوم من الأيام أتخيل إنه ممكن أسمعها. طرد من شغله بسبب رشوة خدها واتسجن. أنا قلت أول ما هيخرج هيجي علينا هيقول لنا أنا ندمت، بس ما عملش كده، راح على طول لسهير. ده حتى ما فكرش يكلمني مرة واحدة بس. مش كان ممكن يكون مكسوف ندمان مش قادر يوريكوا عينيه؟ الندم يعني توبة. هو في حد بيتوب وبيشتغل في المخدرات؟ مخدرات؟ ما بقاش همه غير انه يجمع فلوس. انا كنت هتجنن، ابويا انا يشتغل في المخدرات ليه؟ ماما كانت خلاص رمت توبته، بس انا ما قدرتش.
رحت له واتخانقت معاه واقنعته يرجع لنا تاني. سمع كلامك؟ فهمني انه سمع كلامي. ده حتى جه معايا لغايه باب بيتنا. سمعته بيتكلم مع واحد اسمه ادهم ابو ورده. بيقول له انه هيسلمه البضاعه حاجه زي كده. بس انا قلت اكيد بهزر. ده وعدني. ده انا حتى قلت لماما انه تعالي نفتح صفحه تانيه ووافقت. لغايه ما جه الليل حسيت بيه كده بينزل بيتسحب. جننت واتخانقت معاه وحبسته في الاوضه. وكلمت البوليس وبلغتهم على ميعاد تسليم المخدرات. قلت لهم على ميعاد تسليم المخدرات يا داليا؟ اكيد بلغتهم. بس اكيد راحوا ما لقوش حد. مش ده المهم. المهم ان ادهم ابو ورده ده افتكر ان زكريا الشايب جوز اخت رحيم هو اللي عمل فيه الكمين ده. هجم على بيته وقتله هو ومراته عزه. داليا انا حاسه انك بتحكي لي على فيلم. يا ريته كان فيلم. كنت اتفرجت عليه وقفلت التلفزيون ورجعت لحياتي عادي. طب انا برضو مش قادره افهم، يعني اخت رحيم وجوزها اشتغلوا ليه في المخدرات اصلا؟ يعني ايه اللي يجبرهم يعملوا كده؟ لانه كان عايز يكبر باي طريقه. كان عايز يخرج من تحت سيطره رحيم. زي سيد جوز اخت رحيم الثانيه. داليا انا فعلا اقتنعت بكلامك. رحيم ده عامل زي النار، تخطف العين واول ما توصلي لها تحرقك. ده اللي حصل. مش مهم بقى. المهم ان رحيم راح لادهم ابو ورده ده ما فكرش لحظه، قتله. ومن ساعتها في طار بين العيلتين. انا الوحيده اللي عارفه سره. طب وباباكي كان فين وبيعمل ايه وقتها؟ بابايا لما عرف هرب. اختفى 7 سنين. وزي ما اختفى فجأة رجع فجأة. بس المرة دي كان خلف رنين. طب انت كنت وقتها بقى تعرفي رحيم ولا لسه يعني؟ لا ما كنتش اعرفه. عرفته بالصدفة. كنت محتاجاه في مشكلة ليها علاقة بالورث بين بابا وعمامي. لما جدي توفى وبابا كان مختفي. وعرفت بالصدفة برضو موضوع أخته. قوليلي بقى يا دكتورة، دي علامة من ربنا علشان أفضل في سكة رحيم؟ ولا علامة عقل الباطن هو اللي بيعملها؟ داليا أنا لأول مرة فعلا مش عارفة أنصحك. بجد مش عارفة. حكاية غريبة يعني. أنا مرت عليا حكايات كتير قوي في المكان ده، بس الحكاية دي تحديدا ما عنديش حلول. مش عارفة أقولك إيه. بس هقولك يا داليا، انت لازم تواجهي خوفك. ما ينفعش تهربي المره دي. بجد كفايه هروب. عندك حق. كفايه هروب. ايوه زياد، انت ايه اللي جابك هنا؟ انا جاي اطمن على ريمي. تطمن عليها بعد اللي عملته فيها؟ امشي امشي بدل ما اطلع الغل اللي جوايا كله فيك. امشي. خلينا اطمن على ريم وامشي على طول. انا مش عارف انا عملت لها ايه. روح اسال خالك وهو يقول لك. لكن ورحمه امي ما انت معدت بالبيت ده. شياله. انا مش همشي. انا شفتكم في الكاميرات اللي قدام الشركه وكنت هخلي الامن يطردكم. وبعدين حسيت ان انا محتاجة اتسلى شوية. عارف يا حلمي، أنا بحسد الناس اللي عندها وقت تمارس هواياتها. عارف ليه؟ علشان إحنا هوايتنا الوحيدة نقعد ناكل في بعض. أنا مش فاضي للكلام الفارغ ده. وإحنا مش جايين نضيع وقتك يا حلمي. وإحنا ما عندناش وقت نضيعه. إحنا متجمعين بس عشان حبيبك رحيم. أنا مش عايز أسمع الاسم ده تاني قصادي. هتسمعه. طول ما هو موجود هتفضل تسمعه. اطمن، مش هيفضل موجود كتير. ايه ده؟ هتموته؟ اموته؟ اموته ده ايه؟ الموت راحة بالنسبة لرحيم. أنا عايزه يتعذب كل لحظة وكل ثانية. عايزه يحس بالعذاب اللي أنا شفته 7 سنين اللي فاتوا وهو مرمي في السجن. عايزه يحس بالذل والمهانة وكسرة النفس والبهدلة. عايزه يحوج نفسه اللي يسوى واللي ما يسواش. عايزه يحس ان الموت راحه من اللي هيشوفه مني. وفي نفس الوقت يحس ان الموت بعيد ومش هيطوله. الله،
تعرف ان دي اول مره نتفق في حاجه؟ ده يكون في معلومكم، احنا مش 3 على 1، احنا 3000 على حته رحيم. في مقابل ايه؟ انا عايز الشحنه بتاعت اللي في المينا. وانا مش طمعان في حاجه، انا عايز المركب والقصر بتاعي. طب و اذا قلت ان انا مش محتاجكم؟ لا تحتاجنا، اكيد هيجي وقت وتحتاجنا. احنا جايين نقف معاك يا حلم، وقف رجاله لغايه ما تخلصوا من رحيم وترجعوا تاني لقله الاصل. لا انا اطمنك يا حلمي، احنا مش طمعين في حاجه، اللي كانت عايزه تاخد مكانك خلاص راحت عند رب اسمه الكريم. سيبونا افكر. وانا ذنبي ايه؟ مالكش ذنب يا زيد، انا خلاص مشتاق حد. كنت فاكر ان انا اول واحد هتجري عليه وتحكي له. عايزني احكي لك ايه؟ اجي اقول لك خلك حوالي مد ايده عليا؟ تحكي لي اي حاجه. انت ما تعرفيش انا ممكن اعمل ايه علشانك. انا اي حد يقرب لك ممكن اقتله. ليه يا زيد كل ده؟ انت مستفيد ايه؟ انت لسه بتسالي؟ عشان بحبك. سكتي ليه؟ عايزني ارد اقول لك ايه؟ تقولي لي حاسه بايه ناحيتي؟ ولا حاجه. للاسف مش حاسه بحاجه يا زياد. زياد احنا ممكن نكون صحاب كويسين قوي، بس ما ينفعش يكون في بينا اي حاجه اكتر من كده. خصوصا بعد اللي حصل يعني. اتقفلت على الاخر. اقول لك حاجه؟ أنضف حد في العيلات دي كلها. بس أنا آسفة. بجد يا زياد أنا آسفة. أنا عرفت ليه فرح دلوقتي عايزة تبعدني عن رحيم. لأن كل اللي بيقرب منه بيتأذي. أنا عايز أروح. يلا ثواني وعماد بقى هينزل لك. شكرا. عفوا. يا كريم. عمدة. ازيك؟ تمام. الحمد لله. ايه يا كريم؟ خير؟ تسجيل جديد من عند سمر. اتأخرت عليا أول مرة دي. بس المرة دي مش زي كل مرة. اشمعنى يعني؟ داليا قالت ايه؟ اسمع بنفسك.